شو قد ينطون مدرب المنتخب الوطني مدرب الحراس هسه الاول؟ الاول انا اتكلم لك عن مال الناشئين. مال الناشئين الناشئين 750,000 يعني انت تجيك 10 مليون وين تروح؟ هاي هسه الجمهور خليه يسمعنا. شهريا تروح على 10 مليون لو 750 عندك هاي او 8 مليون. انا ايش قلت لهم هسه سويت 3 ملايين او 4 ملايين نبقى بالمنتخبات الوطنيه. مو انت العمر دي تكبر صح لو لا؟ اكيد مو انت لو مرتاح ماديا لا والله بلاش اشتغل. سال حمد بلاش اشتغل هذا منتخب العراق اذا كان اجبار او ناشئين او براعم او وطني. اكيد لو مرتاح ماديا ما ما حتى ما اطلب مادي ما يعني طبيعيه الشغل هذا العراق.